أشهر ويلملم اتحاد القدم أوراقه طاويا تجربة يرى الكثير أنها لم ترى النجاح. وبالرغم مما عشنا خلال 4 مواسم كانت كوارثية في كل جنبات اتحاد الكرة والصراعات حتى وصلت أورقة فيفا، الآن بدأت ملامح جديدة في رغبة أسماء ترى في نفسها القدرة على قيادة اتحاد يحتاج إلى إنقاذ. إلا أن الصدمة لمحبي كرة القدم والقريبين من صناع القرار ومن سوف يرشح نفسه كرئيس تفاجأوا أن اتحاد القدم ينوي تمديد فترته لأشهر قادمة وتأجيل الانتخابات وعدم مغادرة أحمد عيد كرسي الرئاسة. استندوا على أن هذا سيعيق استعدادات الأخضر نحو روسيا وأن الوقت ليس وقت الرحيل وأن القائمين على المنتخب الحالي صعبا مغادرتهم وترك المنتخب. هذا تم خلف الأبواب المغلقة وسط ترقب من هيئة الرياضة، وهذا القرار يبدو لا يحظى بتأييد الجمعية العمومية التي يحتاج عيد وفريقه لموافقتهم للاستمرار. المنتخب هو الورقة الوحيدة التي يلوح بها اتحاد عيد لاستمرار فترتهم أمام رفض عدوهم اللدود أعضاء الجمعية العمومية، فهل ينجح عيد في الاختبار الأخير؟